أكد الدكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة ورئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، أكد خلال استضافته في برنامج بكم نعود أنه من خلال المتابعة والتقصي الوبائي كانت أكثر من 70% من الحالات القائمة لفيروس كورونا هي من التجمعات العائلية والاجتماعية، وفي حال وقف التجمعات نتفادى إصابة أكثر من 70% من الحالات في مملكة البحرين. احنا نتكلم عن فيروس موجود حق ينتقل، انت عندك شغلتين، يا يعني تمنع انه يجيك او ان انت لما يجيك تكون مستعد له. احنا في المرحلة العام الماضي لما قدرنا كمجتمع نقلل بالنسبة اللي ذكرتها استاذ فواز 45% نزلنا بس باجراءات من غير تطعيم، استطعنا ان نمنع ان الفيروس هذا ينتقل من شخص الى اخر، الى من بيت الى بيت، من صحيح. مجتمع الى الثاني باجراءات بسيطه جدا، سهله جدا فعلا. ولازلنا قادرين ونقدر نستمر فيها. انت احمي نفسك، البس الكمام، احمي نفسك، غسل ايدينك، احمي نفسك، تباعد عن الاخرين. إضافة إلى هذا بعد والله الحمد عندنا التطعيم، فإحنا في شيء نمنع الفيروس إنه يجينا أو ننقله، وأيضا التطعيم اللي إذا لو جاء الفيروس لا سمح الله عن أي طريق ثاني صحيح ممكن أنت تستقبله وأنت جسمك جاهز بالمناعة. حق أبدي الإجابة أعطي معلومة، إحنا من خلال متابعتنا في التقصي الوبائي ومتابعتنا للحالات كثير من الحالات 70 إلى 80% يختلف من فترة لأخرى، بس الفترة الماضية أكثر من 70% في جميع الحالات كانت بسبب التجمعات والتجمعات العائلية والاجتماعية. فإحنا نتكلم لو استطعنا أن نمنع هذه التجمعات وبالتالي نستطيع أن احنا نمنع 70 إلى 80% من الحالات، بطبيعة الحال نستطيع أن نقلل من الانخفاض. احنا في النهاية هي الحماية مو فقط إلى نفسك، صحيح. أنت الحماية لأهلك، إلى أبوك، إلى أمك، صحيح. إلى أخوانك، إلى أصدقائك، إلى الناس اللي تحبهم، فعلا. والناس اللي تحبهم كثيرين، أهلك ومجتمعك بكبره.